الفلسطينيون بسبب انحرافات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان. ينشئون دولة خاصة، المهم ألا يبقوا هنا. أنت واحد عرس؟ وهذا الأسطل مخالف، الزلمة كان عم يعمل شغله. أنا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. تبي شو عم بقول لك؟ أفضل له يعتذر. وأنا رح أقدم شكوى ضده ضد شركتك. هي مع الشرعية القوات المدنية. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل. امتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين؟ همي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شرام بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات يلي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي، هذا شيء حتمي، هي طبيعة الإنسان. انت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من اكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر انك تتصرف بشكل عنيف. انت كلب صهيوني. احنا عايشين بهالبلد سيدتون، كلنا اخوه. لا مش كلنا اخوه فخامة الرئيس. المسيح لحتى برملو خد التاني.